الرمى، الألوان الأزرق والأحمر والسماوي، تأسس عام 1965، الملعب البديع في القصيم بالسعودية، الدوري دوري الدرجة الثانية، المالك الأهلي العامة للرياضة، المدرب رضا العيسوي، تأسس نادي البدائع عام 1385 باسم نادي الرمى وتغير اسمه فيما بعد إلى نادي البدائع نسبة إلى مدينة البدائع، وصدرت الموافقة الرسمية على إشهاره في عام 1435 هجريا، ونقل النادي في عدد من المباني المستأجرة حتى عام 1405 هجريا، ووقع النادي حاليا في قلب محافظة البدائع بحي المنار، ويشتمل على منشآت مميزة أقيمت بجهود ذاتية من أهالي وأعيان البدائع وأعضاء شرف النادي ومحبيه بتكلفة تجاوزت مليوني ريال، حيث توجد المباني الإدارية والملاعب المكشوفة والصالات المغلقة وأجهزة التدريب المتطورة في النادي، بالإضافة للسكن المعد لمدربي النادي والعاملين فيه، كما يحتوي على نادي صحي وغرفة علاج طبيعي متكاملة. بشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دائما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.